ثمرات التقوى كثيرة وفضائلها عديدة، جمعها الشيخ محمد بن عثيمين العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، ورحم شيوخنا جميعا ومن يسمع. فوائد التقوى من القرآن الكريم، وذكر أكثر من 100 فائدة يستدل عليها من القرآن. التقوى بوابة الدخول إلى الجنة، التقوى بوابة الدخول إلى الجنة، فلنركز عليها دوما في أحوالنا. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ستمر معنا في آيات الحج بإذن الله مسألة التقوى، لكن إذا علمنا أن التقوى أعدت للمتقين، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فلنتأمل في هذه البشارة الربانية لعباد الله المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وهنا أتى التشبيه تشبيها بليغا فيه دلالة الاهتمام بالموضوع ودلالة الاهتمام بالمشبه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فلنتأمل في أوصاف المتقين دوماً.